مشاهدي لوسات تي في، إطار طريق إلى طوكيو. اليوم كنستضفوا المهدي الصديق، بطل في الترياتلون. غادي يقربنا من هذه الرياضة، وغادي يقربنا من إن شاء الله الأمل ديالو اللي غيكون إن شاء الله في طوكيو. مهدي الكلمة. سلام، شكرا. مهدي الصديق، عداء الفريق الوطني ديال الترياتلون. إذا ما كنتوش كتعرفوا، الترياتلون هي رياضة اللي فيها ثلاثة الرياضات، فيها السباحة، الدراجة والجري. كنديروهم متابعين، كنعوموا على برا في البحر ولا في الواد ولا في ليلاك ولا في الضياء. من بعد كناخذوا الدراجة، عندنا 40 كيلومتر ديال الدراجة ومورها 10 كيلومتر ديال الجرى. هذه المسافة هي المسافة الأولمبية اللي غنديروا إن شاء الله دابا 15 يوم في طوكيو. الحمد لله موجود لهاد الالعاب الاولمبيه. كتشوفوا هنا في الفتح دربنا مزيان، درنا ترابوسات على برا، وما نقدرش نقول لكم عندي الامل في ميداليه، ولكن غنحاول ما امكن نشرف بالمغرب والمغاربه، ويكون واحد التمثيل اللي يحمر الوجه ديال المغاربه ان شاء الله. طبعا انت كتعرف دابا لي زادفيرسير اللي غيكونوا معاك متنافسين، شي كلمه على كي غتكون المنافسه؟ المنافسه الحقيقه انا ما بين نقولوا شويه الشراف اللي غيكونوا في هذا السباق، اغلبيه شويه صغار عليا. هي تقدر تكون اعاقه ولا نقطه ايجابيه، حيت عندي واحد التجربه دابا 17 عام وانا كنمارس هذه الرياضه في المستوى الدولي. دونك غنحاول نستغل هذه الفرصه هذه وهذه التجربه، باش حتى كنعرفوا بان المسافه الاولمبيه طويله، وكثر في الظروف اللي فيها الرطوبه وكل شيء، خص الواحد يكون كيتحكم في السرعه ديالو ويقدر يشد في واحد المسافه طويله. عندنا ساعتين ديال السباق، دونك المنافسين عندهم واحد السرعه اللي ما عنديش، حيت شويه كبيره عليهم، ولكن مع التجربه ولا غي ديستونس ان شاء الله نحاول نعوض هاد الاعاقه هذه. نخلي لك اخر كلمه اللي عندك في القلب، امو شي حاجه عندك في القلب، ميساج. ميساج لكاع المغاربه اللي يتبعونا في الالعاب الاولمبيه، كاع الرياضات. اغلبيه اللي غيكونوا في الالعاب الاولمبيه راه ماشي، ما كانش الكره، ما كانش الرياضات الكبار، الرياضات الصغار. زعما درنا كاع المجهود باش نحمروا بوجه المغاربه، وزعما التشجيعات راه مهمين بزاف، وكننتظروا زعما المغاربه ما غيكونوش معنا، ولكن زعما يشوفونا في التلفزيون ويشجعونا، حيت غيخصنا حتى تشجع من جهتهم. مرحبا. شكرا. مرحبا.